كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. باش نعملوا اللعبة متاعنا. أي. اللعبة متاعنا باش نعطيك ديما زوز أسماء وأنت تقولي شكون تتمنى. لو زوز أسماء في خطر يزبك تتمنى واحد تخلي واحد. بعدها نحكي. زوز أسماء لولاني خولة سليماني مرام بن عزيزة. منحو من شنو وساع؟ هناك خطر. أنت تنجم تتمنى. سادبا أنت والخطر. ما اختار من اختار الحقيقة. طيب ما تمركش اللعبة. بدي فما اختار من ما تمركش. حتى عدويا ما نتمنلوش معناها. مرام بن عزيزة بالطبيعة. مرام بن عزيزة. خولة سليماني عداء ولا علاقة فاترة؟ ليه ما علاقة ما تفهمهاش. فماش علاقة بكل. ما فماش علاقة. شنو السبب بالنسبة لك أنت؟ شنو القيمة المكسرة ما بيناتكم؟ ما نعرفش أنتوكا أنا اللي نجم شيء اللي نجم نقوله اللي خدمنا مع بعضنا بيا زردي صارت برشا حكايات وبرشا مشاكل ما عنديش شيء فيها ما عنديش ذنب فيها عليه تصريحك أي وأنت تحكي كان على تصريحي أنا بيان سور بس ما نحبش ندخل أرابيسك خولة سليماني بيا الزردي خانتني وساعدت بمغادرتي وانت وإحنا ما ناش أصحاب باش نقول وساعدت شعملت أنا ساعدت هل أنت سعيدة أنها غادرت قناة الحوار؟ منيش فيها غادر هل أنت طاقة. سعيدة؟ ليه؟ لا سعيدة لا حزينة عادي موجودة ولا مش موجودة كيف عادي أنا سعيدة اللي فما قمة الكره يتجلى في الصورة الحالية اللي تقدمها بيزا شيف عليها تحب تعطي لي الصورة شو أكثر من التجاهل؟ إيه فما التجاهل الكره شيخ شو أكثر من التجاهل؟ ما انت انت ما هذه تبيعك كونش فيك انت اقوى ما انت كي تتجاهل الشخص ما تكرهو على الاخر احكي بجد على الاخر اللي تسبه واللي تعاركه هو اللي ما تكرهوش بون داكور ما لا انا نتجاهل ما تتجاهل فانت في اقصى ممكن واضح امين قارة فيصل الحضيري امين بتبيع امين ترى روحك في مكان مع مجموعة فيصل الحضيري في قناة تونسنا في البرنامج لا لا الحقيقة ما رأيش علاش شي الإضافة اللي يعطيها لك أمين ما يعطيها لكش برنامج فيصل الإضافة اللي يعطيها لي أمين شنو الإضافة اللي يعطيها لي أمين هو الإضافة متبيد لما عندنا بيجي جاي البرنامج نقدم الإضافة زي دارة نجم تقدمها عند فيصل الإضافة لا ما نجمش الحقيقة ما لا ما انت هو ان طانك انيماتور ما نجمش لا ما انت عندي حد ادنى ما انت فما ديزانيماتور نرى روحي معاها في بلاتو فما ديزانيماتور جدد وما نراهمش ديزانيماتور ما نجمش نقعد مع فرد بلاتو جعفر جديد كان وكيف لا مش جديد جعفر لا جعفر عنده برشا تجاربه كلها ناجحه وسيدي بوالوغ لا جعفر بوالوغ يستهويك مش يستهويني انيماتور ان فري فيصل ماهوش ان فري انيماتور لي شنو علاقته بالتنشيط ان شاء الله بعد 10 سنين ولا بعد 5 ولا يزمو يثبت اللي هو كيفاش تقرا الجمله اللي قالها عليك اكرام الميت دفنه كيفاش نقراها شو نقول لك معناها معناتها في اشاره الى انك ميته ومؤجل دفنك لطيف اي هذاك هو قلبه هذيك أخلاقه هذيك تربيته هذيك مستواه هو ما حبش يجاوبك ما تجمش تنتظر من 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 والموت هنا قد يكون ما تجمش تنتظر منه أرقى من هكا طيب قد يكون الموت موت معنوي لي معنوي معنوي معناتها انت مت من حياتك انت مازلت كي بديت ديجا منتهي الصلاحية لمين النهدي انا عندي فوق 30 سنة سبا مازلت موجودة الحمد لله على خاطر ما تطولتش على أكبر مني احترمتهم وقدرتهم حتى كي هما قلتوا معاي أنا نتفكر أول ما بديت محسوب أحنا ما لقيناش صعوبات مع ناس سبقتنا وعندها 20 سنة قبلنا و25 سنة قلتوا معانا وقالوا لنا كلام جرحنا ووجعنا ولكن الحقيقة ما عمرنا ما تطولنا ولا طولنا لساننا عليهم ولا سمعناهم كلام يجرح ولا كلام خايب بل بالعكس اللي أقدم منك وذاك اللي خليناهم خدمنا مع شكون هلا الركبة علاقتك بها كيفاش كانت والله شوف ما كناش أصحاب ولكن ما كنا وما كناش قاعدة
وما كنا نحترم بعضنا. ما ما غلطتش في حقها؟ ما غلطتش في مستحيل حقها؟ مستحيل عمري نجيب الخطاب حتى في ديز انترفيو، حتى كي هيلا مثلا ليل الحق هيلا ديما 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 تشكرني في لي انترفيو. نجيب صارت مشاكل بيني وبين نجيب، مشاكل في خدمة، ما تفهمنيش في بلاتو مثلا، خدمت معاه شوية ومن بعد صار تمناوشيت وتغشش عليا ونحاني من البرنامج وسألوني في جرايد، سألوني في الإذاعة، ما تطولتش علي، ما قلتش كلام خارج الموضوع. خطر كانت تطول علي وقتها تجيب اللوم عليك انت. اي عادش بي حدا توا كي توا توا خاطر تقول انت توا كي الصغار يتطاولوا علي اكبر منهم اللي سبقوهم، يلقاو الناس معاهم صحيتي يزيدها زيد تقول لها تستاهل وتستحق. الدنيا تبدلت ذاك الدنيا تبدلت. اما احنا كنا الحقيقه كيف تتطاول علي اكبر منك، ناس كل تجي ضدك، ناس كل تقول لك مهما يكون اكبر منك عيب وعار. لمين النهدي الفاضل الجعايبي شكون معنا؟ او عاد زوز كبارات عاد كيفاش منعوهم؟ شكون باش يقعد مال لازم منعوهم الزوز واحد باش يقعدونا واحد واحد ما سيف هذا ما سام عنديش بها معرفه شخصيه. لمين نعرفه مليح وباش نخدم معاه بالله كيفاش لازمني نمنعو باش نكملوا الخدمه. باش تخدم معاه؟ المسرحيه وين وصلت تو؟ المسرحيه وصلت، عملنا جلسات مهمه برشا مع سينا يستمع ليكيب الكل، قاعدين نقدموا في الكتيبه بالكدا فرحانين باللي قاعدين نخدموا فيه. حتى ياخذ برشا وقت لمين راهو؟ اي حتى انا ناخذ برشا وقت يعني. انا بيدي ما هذا مسرحيه شنو عامل العام الجاي باش تتعمل؟ انا ما يهمنيش فيها وقتاش تحضر المسرحيه، اما المهم نعملوا حاجه احنا مقتنعين بها وفرحانين بها ونبداو متاكدين اللي باش تعجب العباد. كيفاش تنجم تتعامل مع لمين النهدي وقت اللي انت في خلاف كبير مع ابنائه؟ اش دخل هذا في هذا كل حاجه؟ اكيد اللي شد الصبع شد اليد. لا 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 في الخدمه من ما نمشيوش بالمنطق هذايا وبالعقليه. حكيت معاه على انا على اولاده طبعا، انا اول وعلى تصريحات اولاده. شوف لا ما تخنيش في التفاصيل، يعرف هو مش ما يعرفش. علاش نحرج فيه؟ ولاده اليوم واحد عمره 55 سنه، واحد عمره 47 سنه، باش يجي اليوم لمين؟ معناتها انا امي بيا 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 كيما ما تحبش تكون يعطي عمرك ما تعطيش اعمار الناس. هما يقولوا ما همش خبي. انت برك اللي تخبي. انا نخبي وانا حره. بيه بيه واضح. اي 51 سنه واحد 47 سنه مثلا، 51 ولا 48 ولا 47 ولا 46 يعني تبارك الله ما شاء الله عليهم، ايسون ماجور فاكسيني ويعرفوا يتحملوا مسؤوليتهم ومعروفين ومشهورين هما، معناتها خلافاتهم مع زملائهم مش في دخل فيها ونفهموا. وهذا احترمته عليه لانه قال لك لمين النهدي لمين النهدي قد تطفو الى سطح هذه المشاكل من جديد. لا ما تطفوش قد تبي ما تدفوش وما يهموش لمين، ما يتدخلش بالكل لمين. لمين في لي انترفيو نتاعو الكل بعد خلافي مع اولاده سمعتوه وسمعتو شنو كانت اجوبته. وشكرك حتى عندي اليوم شكرك. ولذا ما نجم كان نحترمه. انا اول ما بديت نتعامل معه سالته قلت له لمين نحب نحط فرضيه المسرحيه مزيانه على الاخر والنص طياره على الاخر، ولمين يقول لك الرؤيه الاخراجيه محمد علي النهدي رائعه ونحب محمد علي النهدي يكون هو مخرج المسرحيه. ليه اسمه مش مطروح توا في الاخراج؟ لو 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 ليه ما عندوش ورطات؟ ما يشرطش. لو ما يشرطش. لو ما يشرطش. لا نحكيو ونحكيو نتناقش انا وياك. نتناقشوا. لو اقنعك محمد علي برؤيته الاخراجيه؟ ما نعرفش نحكيو. لو نحكيو. لو ها نحكينا واقنعك. نحكيو. اقنعك. اي علاش ليه؟ شنو علاش ليه؟ اي ايش بيه؟ تقبل تنسى الماضي وكل شيء جراح الماضي. شو اسمع جراح الماضي تو انت رديتو كلايبي بيجي انت نورمال ما باش تمشيو للمحكمه. اذا كان تقول لي انتم كنتوا باش تمشيو للمحكمه؟ اي كنا باش كنتوا باش تمشيو تشتيخوا قدام المحكمه. هما خوات وصلوا للحاكم شنو المشكله؟ ما يرجعوش؟ ما انت سي مسكروا باب فما اللي غلط معايا اكثر. وفي برنامجك انت طلبت مني ولحيت باش يطلب السماح ونتسامح ويا صافي قلبك يا باشا. ما احلى من صفاء القلب هكا هو ميلا سبع. وانا اكون سعيد تعلمنا منك صفاء القلب. اسمع بيا راهو كان باش نقعد تعلمنا منك صفاء القلب كان باش نقعد وهكا راهي باش تولي مساله شخصيه راهي. ليه نغادر انا الاستوديو راهي انا نغادر الاستوديو
يا برا امشي امشي بقينا ماذا بي على انترفيو مع هي ديزاين. انت ماذا بيك ماذا بي حطيتك انا لهنا وانت غاديكا انا غاديكا بلوتو انا لهنا باه نعطيك نعطيك ش... ش... كان جبني على سؤال واحد نتحدى الناس الكل ماكش باش تجاوب على حتى سؤال باش نساله لك وانت عاد قوتك انك تخرج مني نخرج منك مش بالضرب نخرج منك عنيفة عنيفة موليد برج الأسد به عبد الرزاق الشابي علي الشابي اي شكون تمنى عبد الرزاق عبدو صديقي برشا صديقي ورفيق الدرب ولقيته وقت الشدة ومتأكدة من طيبة قلبه خاصة ويحبك يحب الناس كله عبد الرزاق قلبه كبير وانتي تحبه حبه برشا عبد الرزاق وني قلت لك علاش انا تو شنو كنت نقول لك علي كيفاش قاعده تشوف تو في هالمشاكل في ايل الشابي والفيديوهات والتصريحات ما نحبش نزيد خاطر اللي بيهم كفيهم اللي بيهم كفيهم اللي صاير لهم حاجه ما تتمناها حتى حد روحه ما يتمنى حتى عائلة ما تتمنى أكثر فيديو شوكيتك أنت الحقيقة أكثر فيديو شوكيتني شفتها البارح والبارح شفتها ما أنت هذيك هذيك اللي خنقتني بكيتني حزنتني الحقيقة وقت اللي منجي شابي هبت تيمونياج متاع ولاد الحومة ولاد دي بوزفيل وكيفاش شهادات الموقف ما نتمنى حتى حد ما انت نحب نقول عليه عاود خمم يا علي عاود خمم راهو موليتو الأخوة الأعداء الأخوة الشابي الأعداء وخسارة خسارة خاطر عائلة باهية عائلة الشابي نعرف عبد الرزاق ويحكي لي على أخوه منجي قديش ضحى وخدم عليهم وتعب ومنجي سمعته بيا نعرف اللي عبد الرزاق يحب ويسر ويحترمه ويستشير ويكلمه ما انت اليوم نسمع ونسمع والناس تسمع في هذا الكل حاجة حاجة تألم ياسر في كلامك كأنك مايحة أكثر لشق منجي أكثر من شق عليه ما قلت لك خاطر الشخص نسمع عليه أما الآخر تعرفه عليه اختبرت وتعرف لما اختبرت حد أنا نعرف برشا عبد الرزاق نعرف منج أنا علي خدمت وياه أي خدمنا وكهو عسلامة بسلامة وكهو ما خدمنا مناش عشرة معنا لا 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 ما نعرفوش منيح هاو اكتشفنا لي يظهر لي حتى توانسة الكل اكتشفوا يساجي دون اتخو بيخسان مش علي اللي نعرفو قد يكون منجي يبالغ قد يكون أما أنا قلت لك الفيديو الأخرى هي اللي أكثر فيديو خاطر الباقي كل تجربة تقول بها فيه وعليه وممكن يكون مش صحيح لو صارت لك هذه المشكلة وانت على الشاب شنو تعمل حاليا لو انت اليوم في هذا المفترق الحقيقة حاليا الساعة أول شيء نعمله أن نبعد على البرنامج اللي هو برنامج الساعة الناس تحتاج المنشط صادق زيغو فات ما عنده حتى عيب خاصة هالعيوب هذية اللي انت قاعد تصلح فيها للعبيد واللي انت تعطي في دروس لهالعبيد وتعلم فيهم حب العائلة وتعلم فيهم في مبادئ وقيم وهذا الكل معناها انت اليوم اذا كان انا في بلست علي ننسحب نقدم اي برنامج اخر فني اللي هو من منا بلا عيوب تمنع روحك لا. من منا بلا عيوب شكون فينا ما عندوش في عائلته مشاكل او ما عندوش عيوب او قمحلينا هكا نقف ونظروا على الناس في محاسن الاخلاق ونحكيهم على دماثة الاخلاق ليه الكرسي هذاك ولا جست هذاك اللي قلت الكلنا عنا مشاكلنا والكلنا عنا عيوبنا والكلنا عنا دكاخ اي كنا عن عيوبنا ما مش سهل باش تجي على كرسي وتقعد تعطي في دروس في الاخلاق والعائله وقيمه العائله انت تنصح عليه اي ننصح بشي بعد على برنامج عندي انا شخصيا ما قلت ما نصورش راح يحتاج قلت يحتاج شخص صادق
صادق جدا. هل علي غير صادق؟ قادر اللي قادر نشوف فيه هاي، اللي قادر نسمع فيه هاي، حتى لو كان في الكلام اللي يتقال الكل فما نسبة قليلة من من الكلام الصحيح، ما يخاولكش باش تقدم برنامج عندي. ما نقولك سامح، لا البرنامج حاجة والحياة حاجة. احنا اليوم ننزعوا برنامج كذب، معناتها البرنامج كذبة كذبة لا 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 كذبة على الناس. احنا اليوم لما ندخل لهنا معناتها ننزع انا حياتي الخاصة وننزع مشاكلي وافراحي واحزاني، لا ونخدم على روحي وافراحي واحزاني وهذا الكل. هذاك الناس الكل كنا عندنا مشاكل وافراح واحزان، بلكش اللي عنده اكثر احزان وصدمات صارت له اكثر في حياته هو اللي يكون مؤهل اكثر انه يقدم البرامج من النوعيه هذه، لانه مدمر مدمر. اما مش الصفات هذه اللي في اليوم اللي في عليه والمشاكل اللي صايره العالي عليه اليوم تخليه يكرم لحيته بدو ويبعد على برنامج عندي. ما نقول هذه نصيحه لعلي. زوز اسماء، محمد بن عمار، مريم دباخ. شكون المنا؟ عبديت تعمل فيهم ايه نتفكر ايه ما ما نتفكرش. فما ناسك اللي بمجرد نقول الحرف الاول تعرفهم، وفما ناسك اللي تضرب ثلاثه سوايع وانت زعما تفكر. اي ما يسالش، ما عنديش حق. عندك انت السلطانه، ماني قلت لك سندريلا الاعلام. تفضل. الله يصبرني عليه هذا، وانا زاد الله يصبرني عليه وانا زاد. تعرف انت محظوظ برشا. أوه. اللي انت قدام الميكرو هذاك مش هذا به. شنو قلنا سي؟ شكرا على التنويه، شكرا على التنويه الاستاذه بيا الزردي. محمد بن عمار، مريم الدباخ. ونمنى نمنى مريم. منع مريم علاش؟ خاطر انا ما نحبش فيها المراه. فقط لهنا تنتصر المراه، تخافي المراه لهنا تنتصر فقط للمراه. اي ننتصر للمراه. هذا معناتها راهو ما يجيش. لا يجي ونص. الله الله الله، لكن ما تنص محلاها زاد. يجي يعني ما يجيش. مراه الانتصار للمرأة. قلت لك انا ضعيفة مع انا مع انا ديما المرأة تو حتى في اولادي. الانتصار للمرأة في اولادي فقط لكونها مرأة. اي راهو غلط زاد. انا هكيك انا ما نحبش في المرأة. تخافني المرأة. الراجل نجم يدافع على روحه، نجم ما شكون قال فما عنده اون مورفولوجي تخليه نجم يقاوم ويدافع على روحه. مشكل المراه كلام بدائي سطحي جدا. بدائي سطحي. بارك الله فيك يعطيك الصحه. تقول لي المراه عندها انت مورفولوجي. سؤالك اصلا بدائي وسطحي ياسر. جاب لي زوز هذوما شنو ماني شنو محلهم العراق. محمد ومحمد كرونيكور. زملائك يخدموا في نفس الخدمة اللي تخدم فيها. لا مش في نفس الخدمة صح. في نفس الخدمة. في نفس الخدمة. في نفس الخدمة. في نفس يقعدوا على نفس الكرسي ويعطيوا آرائهم للناس. ايش بيح بعدك عمال زملاء لطفي العماري وزملاء لا عاد. وفير لا بار دي شوز. كرونيكور من كرونيك، انيماتور من انيماتور. هاك كان زميل قاعد بجنبك شو ما سألتوش السؤال هذا. باش دبر عليه شو نسال بها. هاك زميلك فيصل الحذري كان قاعد بحذاك شو ما سالتوش. اكيد اتشرف به. اي زملائي واتشرف سيد به. هاني قلت لك شكون المنا الاجمل او الخير معناتها الاكثر بالنسبه لك انت الاقرب او كرسي في نفس البرنامج مع محمد بن عمار ولا مريم الدباخ؟ ما حتى حد فيهم. ما حتى حد فيهم؟ لا. ما تحبش تتقاسم معاهم الطاوله؟ لا ما دب لا. علاش؟ كاين باش نتعاركوا برشا هذا. ما نحبش العرك. ما عادش نحب العرك. انت ما تحبش العرك؟ لا ما نحبش العرك. تتغذى بالعرك بيا؟ لا مش صحيح. وانا هي علينا يا عركه مثلا. اعطيني عركه واحده. تتغذى بيه؟ لا ما نتغذيش بيه. انا غلط. ما نتغذيش. ما تتغذيش. اذا كان فما حاجه ما تعجبنيش باش نقول باش نعبر باش نعطي رايي. وأكاهو ماني تمانيش قاعدة نسيح ونعيط وجريولي. بيا الزردي، زوز أسماء، درة زاروق، فريال يوسف. شديتني أنا زوز نحبهم برشا. فريال علاش؟ نعرفش فريال خاطر نعرفها من نعرفها وقبلتها وحكيت معها. باهية متواضعة
وتحترم وتقدر به. نحب أنا نحب اللي يحترم ويقدر. الدرة ما بعد على بعضنا، ما عرفناش بعضنا، ما ريناش بعض. إذا كان لازم نختار واحدة منهم ولا نعود نرجع ما ند... أما الأجمل بالنسبة ليك شكون الأجمل؟ المراية تو لو تتحول لمراية، الأجمل بالنسبة لي درة ولا فريال؟ هو مزوز مزاني أزوز ما شبوش لبعضها. أي الأجمل الأقرب أقرب لعينك اللي عينك تشربها أكثر اللي عيني زوز كي نغزم نقول ما شاء الله عليها مزينين محليهم. بيستنى مخمم بيستنى الأجمل الأجمل جميل جميل الروح. شكون روحه؟ فريال. فريال